قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم وبيان، والمراد من هذه البصيرة البصيرة والعلم بالحكم الشرعي، هذا هو الأمر الأول مما يدخل تحت كلمة البصيرة. الأمر الثاني العلم بحال المدعو. الأمر الثالث العلم بالوسيلة المناسبة للمدعو. فأما الأمر الأول فهو العلم بالحكم الشرعي من الضرورة بمكان، لأنه إذا لم يكن عالما بالحكم الشرعي فقد يأمر بما نهى الله عز وجل عنه، أو قد ينهى عما أمر الله عز وجل به. ولذا قد ينكر البعض على البعض سنة يقوم بها، فيظن هذا الداعي أن هذه لم ترد، فيقول لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فعلته غير صحيح، فيكون بذلك منكرا لسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة الحكم الشرعي حتى لا يكون الخطأ أعظم. الأمر الثاني العلم بحال المدعو. فبد أن تعرف هذا المدعو، هل هو جاهل؟ هل هو عالم متواضع؟ هل هو عالم متكبر يعرف الحق ولا يرتضيه؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما سيأتي معنا لما أرسله، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يهيئه في دعوته، وأن هؤلاء ليسوا جهالا وإنما عندهم علم ودراية، فلا بد أن تكون حريصا على تعلم العلم وعلى أخذ الحذر والحيطة. الأمر الثالث العلم بالوسيلة المناسبة للمدعو. فالبعض يفيد معه الكلام الحسن، البعض يفيد معه الزجر، وإذا رتبها جل وعلا كما قال ابن القيم رحمه الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه تناسب صنفا، والموعظة الحسنة هذه تناسب صنفا آخر، وجادلهم بالتي هي أحسن تناسب صنفا آخر. فلكل شخص ما يناسبه. في مخاطبتك للمدعو يجب أن تميز بين الناس، فالخطاب الذي يتناسب مع الرجل العادي لا يتناسب مع الأمير، لا يتناسب مع الوزير، فلكل مكانته ومقامه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما دخل مكة فاتحا لها قال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إن أبا سفيان له شأن في قومه، فلو جعلت له شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه منقبة لأبي سفيان حتى يعرف وزنه وقيمته، وأنه بدخوله في الدين لا يفتقد هذه المنزلة، بل يزيده الإسلام دفعة وعزة. وقد جاء حديث عند أبي داود يحسنه البعض وكثير يضعفه، قوله عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازله. بل حتى مع الناس العاديين يختلف خطابك مع الطفل مع الرجل الكبير، فلكل ما يناسبه. هكذا يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل.